صباح الخير مشاهدينا، صباح الجمال، صباح البروتينات والفيتامينات والأكلات اللذيذة اللي عمرنا ما بنشبع منها ولا هنزهق منها. صباح مسافر من أسوان للعريش ومن البحر الأحمر للسلوم. صباح الخير عليكم متابعينا، متابعين برنامج شيف ستار. النهاردة حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم شيف ستار، اللي هو عبارة عن مسابقة كبيرة على مستوى مصر لكل الشيفات الحلوين اللي بيقدموا لنا أجمل الأكلات. النهاردة معايا ثلاثة من الشيفات الجامدين قوي قوي. هنبدأ النهاردة بالشيف هاني حسان، وفي الفقرة الثانية هكون زميلتي ندى نبيل، هتاخد معاها الشيف أمل والشيف منى. دلوقتي أنا هرحب بالشيف هاني، أهلا بيك. أهلا بيك. تعرف نفسك بس مبدئيا للجمهور، اتفضل. الشيف هاني حسان، حلواني شرقي وغربي. حلواني شرقي وغربي. أيوة. أوكي. واحنا بنشتغل كده النهارده، هتقول لنا الأول هنعمل إيه وهنبدأ إيه؟ إن شاء الله. أوصف لحضرتك الحاجات الأول ولا؟ يا ريت. تمام. حضرتك عندك هنا حبيبة. أوكي. السمسم. أوكي. رموش شوكولاته ومارشميلو. مارشميلو ايدي يعني. اوكي ما شاء الله، انا شايفاك عامل عامل حاجات كتير النهارده يا شيف هاني، بس خد بالك هتقول لنا على كل حاجه، يعني كل حاجه انت عملتها عملتها ازاي، وهتشتغل قدام الجمهور ان شاء الله. اوكي يلا نكمل. جلاش وجلاش وايه؟ جيرسي وجيرسي. يعني انا في بندق وفي فستق. اوكي ماشي. ودي حبيبه مكسرات. حبيبه مكسرات. وده بلح الشام كريمه. تمام. ده كل اللي اسمهم حبيبه هيفرحوا بقى النهارده. عامل لهم حبيبه مكسرات النهارده. فنش ان شاء الله. اوكي يلا هنبدا على طول. ومعانا انا شايفاك عامل تورتايه جميله دورين كده ان شاء الله. تمام. هنزينها مع بعض برده يا شيف هاني دلوقتي قدام الجمهور وقدام لجنه التحكيم. معانا لجنه تحكيم قويه جدا جدا، مجموعه من الاعلاميين ولجنه تحكيم من الشيفات الكبار، مش معلنه ولكن كل حاجه هتظهر في اخر المسابقه. هيطلعوا هيدوا كومنتات قويه جدا عن كل شيف. كل شيف عندنا بيفوز بيبقى له مفاجاه كبيره من الوكالة ومن القناة. أوكي ماشي. هنبدأ على طول، اتفضل. ماشي. هنبدأ بإيه؟ نبدأ بالحبيبة الأول. تمام. وانت شغال كده أنا هلخبطك كتير قوي وهسألك كتير قوي. وأول سؤال عايز أعرفه، ليه اخترت مهنة الشيف يا شيف هاني؟ هو أنا أصلا كنت أصلا كهبجي، فوالدتي هي السبب يعني، فضل عليا في الموضوع. انا دخلت لك ان احنا بنختبر ادائك قدام الكاميرات. دخلتني حلواني يعني، فضل هي والدتي يعني، ربنا يخليها. يعني انت اوريدي كنت شيف وبعد كده كنت شيف كبابجي. تمام. واحنا بنشتغل بنتكلم، اتفضل. اوكي حلواني فين؟ اوكي يعني والدتك كده ليها الفضل ان الحمد لله ربنا يخليها دلوقتي يعني. بتشتغل شيف حلواني. لكن قول لي انت مرتاح اكتر فين؟ يعني انت اشتغلت في اكتر من مجال، في مجال الشيف اكتر حاجه حبيتها، وانت شيف حلويات ولا انت شيف شرقي ولا ايه بالظبط؟ لا انا بحب عيشي اصلا الكبابجي ده عيشي، لكن حبيت حلواني اكتر يعني الحمد لله. يعني انت حاليا حابب المجال اللي انت بتشتغل فيه؟ شغال الحمد لله، بحاول يعني اخلص فيه يعني الضمير. وانت بتشتغل المهنه اللي انت بتحبها يعني، بس كلمني بمصداقيه، حبيت الشغل اكتر وبتدي فيه اكتر وابدعت فيه اكتر، ولا كله زي بعضه وكله شغل وكله بتادي فيه؟ يعني لا لما بتحب شغلك بتدي اكتر، كلمني بس الصراحه. لا لا شغلي طبعا الحاجه اللي بتحبيها نفسها هي ده اخلاصك في العمل، هو ده شغلك. يعني تحب الشغل نفسه مش الوظيفه ولا كلام، لا احب العمل نفسه اللي بتعمليه عشان يطلع كويس. اديني تفاصيل اكتر عن شغلك شيف هاني وانت بتشتغل. حضرتك انا شيف حلواني شرقي وغربي، بس الاغلبيه الوقت ان هو شرقي يعني. ان انا مركز في حته الشرقي قوي، ان انا بحب دايما اطور من نفسي. انا شايفه ان انت الشغل ما شاء الله يعني بحب اشعب حاجه معينه يعني، الحاجات المصريه الحلويات المصريه. انا بحب يعني اطور يعني، عامل لنا النهارده كل الحاجات اللي المصريين بيحبوها. اوكي دلوقتي احنا هنعمل ايه وانت بتتكلم وانت بتشتغل كده؟ قول لي ان شاء الله. دي حبيبه. احنا هنبدا بالحبيبه، شكلك كده بتحب اسم حبيبه ان شاء الله. اوكي اتفضل يلا. اكتر حاجه اتعلمتها وانت بتشتغل شيف، اكتر حاجه اتعلمتها من الشغل بقى ايه شيف هاني؟ حب الحاجه انت بتشتغلها تطلع معاك كويس. يعني الحاجه اللي تشتغلها تحبها، دي اكتر حاجه انت حبيتها تحبها تطلع معاك كويس. فعلا ده عندك حاجة حق. في عندك حق. هديك ده السكر. احنا كده حطينا ايه على ايه؟ نعرف بس حطينا جوزين على سكر. جوزين على سكر على سميت. حطينا سميت على السكر. جوزين ده على سكر على سميت على زبده. على زبده. احنا بنغشش الجمهور اهو يا جماعه، يعني شوفوا الشيف هاني بيعمل ايه، ستات البيوت في البيوت. وفانيليا.
اللي هي بتروح تشتري طبعا حلويات، وبتبقى اسعارها غاليه جدا من بعض الاماكن، الحلويات محلات الحلويات الحاجات دي كلها بتبقى غاليه جدا. لكن انت لو اتعلمتي من الشيف هاني حضرتك هتقدري تعمليها بشكل بسيط جدا وباقل تكلفه. فركزوا يا جماعه في الحاجات اللي الشيف هاني بيعملها علشان هنتعلم منه اكيد. احنا حطينا هنا بيض، حطينا بيضه، بيض وزبده، بيض وزبده وسكر. طبعا انت مش بتقول لي بس انا ملاحظه يعني. بيض وسكر وزبده اوكي وفانيليا، تاخد نص ورق بيكنج باودر، نص ورق الحبيبه اللي هي حضرتك اللي هي دي او اللي هي دي. انت عامل منها شكلين يا شيف؟ عامل منها شكل، ما بقى حسب الطلب يعني، في نوع كده وفي شكل كده وشكل كده حسب الطلب يعني. قول لي بقى اغرب اكله ممكن تكون سمعت عنها في على مدار مجالك السنين اللي فاتت دي كلها في مجال الشيف، اغرب اكله قولها للجمهور. اغرب اكله؟ هو انا بلخبطه يعني، انا بلخبطه مش عايزاه يفوز. مش عارف انا بلخبطك عشان ما تفوزش بالمسابقه. حطينا ايه؟ حطينا جوز الهند، بنزود عشان ندي جوز الهند تدي معنى الحدود اللي احنا عايزينه. نقول بقى للجمهور اغرب اكله اللي هو الجمبري اللي شفته في حياتي، اللي هو الجمبري بالكنافه، دي اغرب اكله بالنسبه لي. جمبري بالكنافه؟ طب تعرف تقول لنا الطريقه بتاعته؟ هو انا اول مره الحقيقه اسمع عن وبرضه ان حد يعمل جمبري. واغرب حاجه عملتها امبارح، انا اعرف ان انا دايما بنعمل كنافه بالمانجا، كنافه بالتفاح، كنافه بالاناناس كده بالكريمه، لكن امبارح اول امبارح عملت كنافه بالبرقوق. كنافه بالبرقوق اول مره هتعملها؟ يبقى انا اول واحد الحمد لله عاملها. شيف معانا يعني طلبها مني. تمام، انت ممكن تعملها لنا في حلقه ان شاء الله. ان شاء الله شيف معايا طلبها مني، فكنت اول مره بصراحه اعملها. البرقوق احطه مثلا يعني ازاي احطه ناشف؟ وايه رايك فيها؟ كانت حلوه؟ ما انا جاي حضرتك اهو، ازاي احطها ناشف؟ ما كنتش مش متخيل انه يبقى حلو يعني. فحطيت حته زبده ومعلقتين سكر وشمطتها على النار، ايه شمطه خفيفه كده. بجد يا فندم جميله جدا، طلعت هايله، طلعت جميله احسن من اي حاجه يعني، من المانجا ومن الفراوله طعمها التست بتاعها. طب بنشتغل، خد بالك ان انا ممكن نقفل عليك الهواء قدامك 25 دقيقه تكون مفنش كل الاطباق بتاعتك ان شاء الله، كمان تكون مفنش الشوكولاته ان شاء الله. خد بالك انها مسابقه ان شاء الله، يا تفوز يا ما تفوزش. يا رب يا جماعه الارقام ان شاء الله، الارقام عند حضراتكم على الشاشه، اي حد حابب يشترك معانا، اي موهوب مطبخ، اي محترف مطبخ مصري مش مصري، كل الناس متاح ليها انها تقدم معانا في المسابقه. بنحب كل الناس ونحترم كل الناس، كل الناس هتيجي تشرفنا وتنورنا، واللي هيفوز هيبقى له وضع تاني. كل الناس بتظهر معانا كنجوم، ناس كتير جدا ان شاء الله هتفوز معانا في المسابقه. كل الناس يلا تشترك دلوقتي. احنا بنعمل ايه شيف هاني؟ نبدا نحطها في الصينيه من غير ما نحط زبده ولا اي حاجه في الصينية. لا هو الحبيبه اصلا الحبيبه والرموش والحاجات دي الزبده فيها ما بتخش الفرن، بتفك بتعمل في الارضيه بتعمل عازل. لكن لو عملت لها زبده ودخلتها الفرن، زبده مع زبده بتفصل وبتسيح مني، لكن كده بتمسك نفسها، تطلع ماسكه نفسها والقعده بتاعتها تبقى كويسه. اوكي احنا كده هنبدا نعملها في الصينيه، يا ريت بسرعه مفيش وقت عندك. لحضرتك بس اعملي مكسرات، اي نوع مكسرات ممكن ان انا حسب اي نوع بقى، في اللي عايز حاجات معينه، اللي عايز سمسم حسب الطلب. برضو السمسم ده فكره حلوه عملتها طلعت عجباني يعني وكده. اوكي وفي حسب المكسرات حسب بقى اللي انت عايزاها، فستق بندق رز، بس والله السوداني المصري احسن حاجه الوقت. هو فعلا طعمه جميل، انا نفسي بحبه. نحط عليه بس سنه قرفه ويبقى طعمه احلى من اي حاجه يعني. قول لي اسهل اكله ممكن ست البيت تعملها في بيتها وتكون اكله بسيطه جدا وفي نفس الوقت طعمها لذيذ واولادها يحبوها يعني. قول لي كده طريقتها سريعا. حاجه حلويات يعني؟ اوكي ممكن احنا هنستغل وجودك معانا بقى النهارده. انا بصراحه اسرع اكله تعملها ما تبص منها خالص الكنافه العثماني. طيب وانت شغال كده تقول لنا طريقه الكنافه العثماني يعني. كنافه العثماني ماشيش الجمهور كده. كنافه العثماني بجيب شويه حاجه فيها سمنه واحطها على النار وانزل عليها بالكنافه. احنا بنفضل احمر في الكنافه دلوقتي. احنا بنحط كريز، بنحط كريز ده مكسرات وده كريز. نكمل الكنافه العثماني. هل ما تقعنيش بقى عشان اتفضل. لازم اقطعك، لازم اقطعك عشان ما تفوزش في المسابقه. ماشي اتفضل. حضرتك قلنا الكنافه العثمانيه يعني ما فيش بالظبط 5 دقايق بتبقى جاهزه، عايزه بقى انت تحط عليها سكر. قول الطريقه تاني للساده المشاهدين اللي هي الكنافه العثمانيه. ماشي حضرتك انت بتجيبي حاجه فيها سمنه
ماشي، وتسخنيها على النار، وتجيبي كنافه مقطعه وتحمريها كانك بتحمري اللي زي الشعريه كده، واول ما تخش على اللون اللي هو الذهبي تصفيه عشان لو قعد اكتر من كده هيتحرق. اوكي، واحنا وحضرتك شغالين تعملي بقى ايه؟ بنتكلم. حضرتك تعملي بقى ايه؟ في برضه حضرتك الشكل ده اللي احنا عاملينه، هو الشكل ده اشكال كتير نقدر نعملها. يعني في ساده وفي مكسرات وفي كريز، واللي انت عايزاه بتعمليه. اوكي، احنا كده وبعد كده نلحق بنلحق نصفيها في اي مصفى وكده. عايزين بقى نحط عليها سكر بقى، نحط احنا عليها كده عسل. ممكن ان احنا ناخد بقى التورتايه. انا كده عرفت انت ازاي بتعمل الحبيبه، وممكن بقى نبدا نزين التورتايه، ولا ماشي. في حاجه تانية انت هتعملها قبل التورتايه؟ لسه في رموش. طب يلا نشوف الطريقه بتاعتك كده، الساده المشاهدين واللجنه شافوا انت بتعمل ايه دلوقتي. نبدا بقى ناخد الرموش، رموش الست، اسمها رموش الست. رموش شيء الست رموش الست، اخيرا هعرف رموش الست تتعمل ازاي. اوكي رموش اتفضل. الست 300 جرام دي اول المقادير. 300 بس جرام يلا دي، بسرعه وانت بتشتغل مفيش وقت، ماشي. المسابقه يا شيفان، يلا بينا. 300 جرام دي، 300 جرام دي اللي 100 بعده. جرام سميد، اوكي 100 جرام سميد، 100 اوكي جرام سكر، بودره، ورق بيكنج باودر، ورق فانيليا، وبيضتين. الناس كلها تغش يا جماعه. شغلك كشيف اثر على حياتك في طريقه تعاملاتك في بيتك مع اولادك مع مراتك مع اهلك؟ يعني اكيد طبعا كل شغل بيكون بيسيب اثار جانبيه واثار سلبيه في في في, في نفس الانسان. شغلك كشيف اثر عليك بالسلب وبالايجاب ازاي يا شيف؟ انا بص هقول لحضرتك حاجه، كان نفسي نتكلم العمر، نشتغل بسرعه كان نفسي مفيش العمر وقت. ابقى شيف حلواني. كان نفسك كان تبقى نفسي شيف العمر ابقى شيف حلواني. حلواني؟ طب ليه بدأت فلما بقى بالأنواع التانية؟ ما انا دخلت لا المجال، هي جت معاك كده. هي لا دخلت المجال اوكي، لقيت نفسي شغال في المجال بتاع الكبك. فانا اه اصلا من صغري كان نفسي اخش حلواني، فلما دخلت الحلواني غير في حاجات كتير، حتى في اسلوبي في كلامي، معاملتي مع ابنائي مع اصحابي في الشغل كده. تمام. لا الحلواني مش اسم بس، الحلواني مجال وادب واحترامه. الحمد لله انا 25 سنه فيها والحمد لله. طبعا احنا في الشتاء في الاوقات ديت الاولاد بيروحوا المدارس والجو برد جدا وكلنا بردانين في البيوت، فعايزاك تقول لي على اكله كده تدفي وتدي طاقه كده للاولاد. اكله يلا يا سريعه ريت يعني؟ بسرعه. يا ريت بسرعه، يا ريت بسرعه، مفيش وقت. هي الزلابيه بالسكر. زلابيه بالسكر. كنا بناكلها احنا زمان واحنا صغيرين. هي فعلا اسهل حاجه وطعمها حلو ولذيذ. وكنا بناكلها احنا زمان واحنا صغيرين، احنا كده عملنا العجينه، هناخد يعني نعمل منها اول قطعه. ماشي. اوكي. يا جماعه معانا وقت قد ايه دلوقتي؟ اخدنا وقت قد ايه؟ حد يقول لي يا ريت؟ اخدنا كام دقيقة؟ اوكي. فاضل لنا دقيقتين يا شيف هاني ونفنش، خلاص هنسيب بقى الرموش، هتتفضل تبدأ تزين التورتاية. يلا. مفيش وقت. زي ما حضراتكم شايفين كده الشيف هاني عامل أكلات جميلة وهو أصلاً محضرها ومجهزها، هو بس بيحابب ان هو يعملها على الشاشه قدام الجمهور عشان يعرفوه، لجنه التحكيم تشوف هو بيشتغل ازاي. فهو دلوقتي هيبدا يزين التورتايه سريعا كده. شيف هاني من فضلك. اوكي، هتقول لنا كده انت بتعمل ايه للجمهور؟ شايفك حاطط دي عندي بقى جلاس. حاجات حلوه كده. تورتايه جلاس. وده اشرح بقى للجمهور، انا هسيبك تتكلم الدقيقتين دول. تورتايه جلاس. اوكي. وده كريسبي. اوكي. وده حضرتك اللي هو الكريسبي برضه اللي هو. اتفضل يلا بسرعه اشتغل. انت بتعمل ايه؟ بفنش كده الوش اللي فوق. دي كريمه؟ اللي فوق. دي كريمه. كريمه بيضة؟ كريمه بيضة. اوكي، وبعد الكريمه البيضة هنحط هدي بقى فينش، اي فينش كده سريع كده. ممكن مثلا كريز. كريز. طيب بين واحده واحده كده. ايه تاني ممكن يتحط غير الكريز؟ في بقى اللي هو الكريسبيات اللي زي كده. اوكي، بننزل الكيس لو سمحت تحت ال شيله عشان بس يظهر، تظهر التورتايه الجميله دي شكلها حلو فعلا ما شاء الله عليه. في كريسبيات زي كده. تمام. وفي الكريز وفي بقى الحاجات اللي هي زي كده مثلا. اوكي يلا بنبدا نحطها على طول مفيش وقت. ماشي. انا دلوقتي شيف هاني خلص التورتايه، الاطباق يا ريت بس لجنه يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا الاطباق على الشاشه تعرضوها على الشاشه. اوكي. بشكرك شيف هاني، بشكرك جدا، عشان لسه في اتنين متسابقين الشيف امل والشيف منى هيطلعوا مع الزميله الجميله نادين
في الفقرة التانية. استنونا أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع مع نادين ومع الاثنين الشيفات التانيين. بشكرك شيفاني، لجنة التحكيم هي اللي هتحكم مش أنا. أشوفك الحلقة الجاية على خير. يا صباح الفل والجمال أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، معاكم ندى نبيل في الفقرة الثانية من برنامج شيف ستار. قبل ما نبتدي الفقرة الثانية أحب أشكر زميلتي الإعلامية الجميلة الأستاذة حور ناجي وفريق الإعداد. ودلوقتي هنقدم المتسابقين بتوعنا للجنة ليكو واللجنة التحكيم. معانا المتسابقة أمل ومعانا الشيف منى. شيف منى عرفي نفسك للجنة التحكيم والجمهور. انا شيف منى حسني بيتي جناتي وشيف سخن وحلويات. شيف امل محمد فود اونلاين بس كاترينج. تمام. ودلوقتي احنا هنبتدي المسابقه. اتفضلوا، معاكم 24 دقيقه من دلوقتي. ربنا معاكم. انا هعمل يا جماعه لحمه مشويه او لحمه كده بتاخد تشوك على النار وبيتحط لها صوص اورشستر وبطاطس ويدجز، وممكن هنعمل سلط. وانا هعمل تشيكن توب كابي وهعمل كنافه بالمانجا. حلو يعني الحادق تشيكن توب كابي والحلو كنافه بالمانجا. حلو. نبدا. ابدا. هعمل سيزر سلط. بصوا بقى وانتوا بتشتغلوا كده احنا هندردش مع بعض شويه. اوكي. تمام. المقادير. انا عايزه اعرف المقادير اللي بتعملوها عشان برضو ستات البيوت اللي بيتفرجوا علينا. مقادير التشيكن انا عاملاها على طريقتي لان الطريقه دي فرنسيه، فانا عاملاها بطريقتي فمغيره فيها شويه حاجات بسيطه كده. معانا صدور فراخ. تمام. انا عاملاها زي القرطاس، يعني هفتحها كده من جوه بحيث ان انا هحشيها. بس هحشيها فريك. معايا فريك بالكبد والقوانص. معايا جبنه موتزاريلا. معايا بشاميل خفيف. معايا ملح وقرفه وبهارات، سبع بهارات وتوم باودر. معايا بصله مبشوره. معايا بقى الحاجه اللي انا مشهوره بيها بيتي جناتي، معجون برتقال. معجون البرتقال دوت ده انا بدخله في التتبيلات بتاعتي عشان بيضيع اي زفاره للفراخ للسمك. بحطه في الكيكه بتاعتي. مكوناته ايه بقى؟ تمام. بدل ما نجيب الاسانس بتاع البرتقال وده بيبقى فيه مواد حافظه، ده بقى معمول في البيت بقشر الاستفان. تمام. فهو بيبقى جميل وبيدي للحاجه ريحه جميله جدا وطعم كمان جميل جدا، وبيخش في البط بالبرتقال، بيخش اي حاجه فيها برتقال ده بيخش فيه. فانا ايه هحطه كمان ايه في التتبيله بتاعتنا بتاعت الفراخ دي. تمام. تمام. وحضرتك يا شيف امل. انا اللي هعمل اللحمه بتاعتي. دي بتتبل بمستردة وصوص اورشيتا، وبتاخد النباتات العطريه روزماري زعتر وتوم باودر بصل باودر ومستردة. اوكي. بتاخد تشك على النار، بنحط زبده وملح وفلفل. وبتاخد تشك كده على النار شويه كده شويه كده، من الناحيه دي تحمر شويه ومن الناحيه دي تحمر شويه، وبعدين بندخلها الفرن ونعمل معاها بطاطس ويدجز. بطاطس الويدجز دي بطاطس هيلسي، والاكله دي كلها هيلسي صحيه جدا للي بيعملوا دايت، اللي ما بيحبوش ياكلوا دهون. يعني للي بيعملوا دايت الاكله دي حلوه جدا جدا، هي ما فيهاش اي دهون. هي حته لحمه ستيك بنقطعها صوابع. بنحط عليها النباتات العطريه وبنحط عليها الصوص الوجز، الصوص الاورشستر دوت. ده صوص بجيبه من السوبر ماركت. وبس، وهي على النار وهتخش الفرن. هو انا يعني من قبل والله ما تبتدي الريحه وصلت لي. يعني فعلا هي ريحه بتملى المكان والطعم بيبقى جميل جدا وصحيه جدا لاولادنا بقى لينا. طيب شيف امل، عرفيني وعرفي الجمهور ليه اخترتي مهنه الشيف؟ عشان انا بحب المطبخ من صغري، انا بحب المطبخ جدا. يعني انا شغاله كاترينج، ولما بعمل الاكل انا بعمله بحب حقيقي. يعني مش ببقى تعبانه، مش ببقى زهقانه، لان دي هوايتي.
يعني مهنة الشيف دي كانت هواية اتعلمتيها من حد بتحبيه ولا جت معاكي كده مع الوقت؟ لا، ولا انا مامتي تركية بيور، فكانت بتعرف كل الاكل. جدتي كانت طبعا كل اكلاتها كويسة وكانت كل اكلاتها شيك، فكانت مامتي اكيد متعلمة منها وانا اتعلمت منها. انا شايفاهم يا جماعة، بصوا. فلما اتعلمت يعني لما اتعلمت بقى، انا بطبخ من وانا عندي 12 سنه حقيقي ما شاء الله. واول طبخه عملتها بقى كانت بصاره، ومامتي اللي كانت بتعملها بصاره. وجالها ظروف ونزلت. اوكي طيب، وبعدين عملتها بالسمنه. يعني المشكله ان انا البصاره الطبيعي ان هي بتتعمل بالزيت. ايوه انا بقى رحت عاملاها بالسمنه. طيب شيف منى، ايوه يا حبيبتي، قولي لي ليه اخترتي مهنه الشيف؟ لان برضو انا من صغري وانا بحب اخش المطبخ وبحب اجرب وبحب اتفرج على برامج الطبخ من زمان، من صغري، من وانا طفله صغيره كده. فكنت بحب اجرب كتير، وكانت ماما دايما تقول لي انت خرباني في السكر والسمنه كتير يعني. بس كان في نتيجه يعني الحمد لله. دلوقتي الحمد لله اي حد بياكل من اكلي بيقول لي انت ممتازه. انت ممتازه يا منى. في ناس بتجي لي مخصوص عشان تاكل اكلات معينه عندي. ايه بقى الاكلات المعينه دي بقى؟ كلمينا عنها. طيب عرفي الجمهور. الفراخ الريستو، الفراخ المشويه، المكرونه بالبشاميل. مش اي حد يعمل مكرونه بشاميل. ايه رايكم في الريحه يا جماعه؟ مش اي حد يعمل. لا انا اتبسطت بالريحه. مش اي حد يعمل مكرونه. ملك الاستوديو ولا لا؟ قولوا الحقيقه. انا اتبسطت بالريحه. يعني المحشي الناس كلها بتعمل محشي، بس مش اي محشي. او انت ما تاكليش المحشي من اي حد. هو نفس، هو المحشي نفس في الاكل اصلا. بالظبط. الاكل كله نفس على فكره. ايوه. الاكل كله نفس. بص حضرتك، في تكات حقيقي لازم تتعمل. زي ايه بقى؟ تعلي التيست قوي. طب كلمينا عنها. طيب علمي الجمهور حاجه. طيب بص، كل اكله وليها. يعني مثلا الرز بلبن. الرز بلبن التيست بتاعه لبن كامل الدسم، لبن بودره، ايس كريم فانيليا. اتكلم. ويستوي من غير نشا خالص، يعني يستوي في اللبن. ايوه. وهو اللي هيطلع الرز، هيطلع النشا بتاعه وهيشكل من مع نفسه. طب قولي لنا يا شيف منى، اشتغلتي حاجه تانية غير مهنه الشيف في حياتك؟ اشتغلت كاترينج. كاترينج، وكمان بعمل وجبات للافراح وللمناسبات. ويعني ادعوا لنا بالتسهيل كده ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. ربنا يخليك. شيف امل حبيبتي، اول اكله عملتيها كانت ايه؟ ما قلت لك البصل. لا وباظت من وانا صغيره. لا 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 بصي، اول اكله وانا يعني كاترين أول وانا كبيره. اول اكله نجحت يعني. اول اكله نجحت. تمام. اول اكله نجحت، كل اكلاتي الحمد لله بتنجح. كل اكلاتي الحمد لله بتنجح. طب ايه اكتر اكله، يعني ايه اكتر اكله انت بتحبيها او مشهوره بيها، او على طول كده لما تخشي المطبخ وانت بتعمليها بتحسي كده بانبساط و لما ببقى مبسوطه؟ لما ببتكر اكله جديده. زي ايه مثلا؟ طب احكي لنا عن اي اكله انت مبتكراها. يعني انا بحب الاكل الاسيوي. يعني الاكله دي اسيويه. طب كلمينا عن الاكل الاسيوي. طيب المطبخ الاسيوي بيعتمد على الثوم والمسكرات. يعني الحاجات المسكره والثوم. السكر، العسل الاسود، بيحطوا ثوم كتير جدا. يا جماعه الاكل الاسيوي بيعتمد على الثوم. الثوم والمكسرات. ايوه الثوم والمكسرات، اكتبوا وراها. كملي. المسكرات. مسكرات مش مكسرات. المسكرات. الحاجات العسل الاسود بيحطوه. بختبرك على فكره. ايه؟ بختبرك. بتختبريني؟ بختبرك. ما عارفه طبعا. انا بختبرك. ما انا عارفه. شوفك مركزه معايا ولا لا؟ اكيد مركزه. بصي الاكله دي سريعه ازاي؟ خلصت اهي، هو الفرن شغال. طب احنا بقى هنشوح ده كمان تشويحه كده جنب على اساس ان مفيش طاسات هنا. خدت الصينيه اللي كان جايبها لي للبيتريه. طب ما تحكولي كده عن اكتر التحديات اللي قابلتكم في شغلكم. والله موقف حلو حصل لكم مثلا اداكم موتيفيشن ان انتوا تكملوا، او يعني والله انا لما عملت
اول اوردر جالي في الافراح بصراحه كان بتاع بنت واحد صاحب جوزي، فعجبني. عملت ايه فيه بقى؟ عملت الوجبه عباره عن رز بسماتي وقطعتين جلاش بلحمه مفرومه وصباعين كفته وربع فرخه مشويه. سلام، تسلم ايدك. فبصراحه لقيت كومنت جامد قوي لما رحت الفرح، وبقت ام العروسه تقول دي اللي عملت الاكل، دي اللي عملت الاكل. فبصراحه كلهم انبسطوا قوي وقالوا لي تسلم ايديكي. بصراحه حسيت بنجاح جامد، يعني حسيت طبعا إن أنا جوزك فرحان بيكي. جدا، يعني اللي هو بقى انا مراتي شيف، انا مراتي شيف ومبسوط. لا وكمان طلع على المعاش وبقى يساعدني كمان. لا ده كده بجد الموضوع جميل قوي. قال لي انا هساعدك واقفل لك العلب وممكن اودي لك الحاجه كمان وكده. يعني بصوا يا جماعه، شايفين جوزها بيساعدها و بيودي لها كل حاجه. لا يعني بجد ربنا يخليك. لو كل زوج عمل كده مع مراته الدنيا تبقى حلوه قوي. انا بهدي النفوس ده عامه، انا بهدي النفوس. الفرن شغال. ايه احساسكم انتوا داخلين المسابقه؟ بتقولي ايه؟ هو بصي هقول لحضرتك، هو احنا اصحاب اولا. يعني انا ومدام امل اصحاب، فيعني ما يعتبرش تنافس. انا حسيتكم. يعني ما يعتبرش تنافس، يعني هي لو هي كسبت انا هفرح لها جدا. لا هو مش تنافس يعني، والعكس صحيح يعني. دي حقيقه يعني. يعني احساسك، انا بكلمك عن احساسك، احساسك الداخلي وانت داخله. احساسي الداخلي خايفه واثقه من نفسك؟ لا يعني الحمد لله واثقين في نفسنا جدا، وان شاء الله ربنا هيوفقنا. مين اللي هيكسب بقى؟ الله اعلم. بصي انا بعمل ربنا معاكم. بعمل اتفضلي يا جماعه اللي عايز يشترك في مسابقه شيف ستار، الارقام هتلاقيها قدامكم على الشاشه. المسابقه دي مش شرط تكون شيف، لا، ان انت يكون عندك موهبه. انت لو عندك الموهبه بتقدم في المسابقه، واحنا بندي لك الفرصه ان انت تطلع للجمهور وتقدمها للجمهور. تمام. انا دلوقتي بعمل السيزر سلط، هعمله بالتشيكن. طب قولي لي المقادير اللي بتعمليها. يعني انا قلت لك مقادير الويدجز واللحمه بالاورشستر. تمام. دلوقتي انا بعمل السيزر سلط بالتشيكن، فهاخد قطعت الفراخ سلايد. وبعدين اخدتها برضو تشوك كده بالملح والفلفل والزعتر. انا بحب ادخل قوي في مطبخي الزعتر والروزماري والنعناع، بحب النباتات. انا عايزاكم تسرعوا كده علشان انتوا عارفين الوقت محدود. انا بحب النباتات العطريه قوي، استخدمها بتدي ريحه والزيوت بتاعتها لما تنزل في الاكل بتبقى مفيده. فانا النهارده عامله اكله هيلسي جدا جدا جدا، اللي هي دي ودي. ايوه، فلان انا كل اللي عندي الصراحه دلوقتي. انا خلصت الطبق الاولاني واخش على الطبق الثاني. تمام، هو الحاجه في الفرن اكل هيلسي. نخش على الحلو بقى. خلصنا الحادق. كلميني عن الحلو. ايه بقى الحلو بتاعك؟ كنافه بالمانجا. هي حلوه، مشهوره بالكنافه بالمانجا منى على فكره. مشهوره بيها. مشهوره بيها. منى. طيب، طب عرفي طيب الجمهور ازاي يعمل كنافه بالمانجا. الكنافه بالمانجا عباره عن مانجا قطع وكنافه، انا محمراها في الفرن بالسكر والسمنه والفانيليا وكريمه زائد باستري. يعني الكريمه بس الطعم ما بيبقاش حلو، انما لما بنحط الباستري على الكريمه بتدي تيست عالي قوي للكريمه وللحاجه الحلوه اللي انت بتعمليها. تمام. هنطبق دلوقتي. وايه الطبق بتاعك اللي جاي؟ انا سيزر. ما بنقول بنعمل سيزر سلطه. لا غيرها. لا احنا خلاص عملنا اللحمه بالاورشستر وسيزر سلطه. ما هي السيزر سلطه ما مكوناتها ان فيها فراخ. ايوه، انت واخده بالك؟ مش دي بتتاخد وجبه عشاء، وجبه غدا. طيب انت دلوقتي اهو بتقطعي الخس. كابوتشا. 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 تمام. و انا بقطع الكابوتشي فلفل الوان، طبق مايه. تمام. وبكون مجهزه الدريسنج بتاعها. وبيتقلب كله على بعضه. وبعدين السيزر سلطه ممكن تتعمل كمان بمكعبات جبنه، مش ممكن تشيكن يعني، بس يعني ليها كذا حاجه. هي ممكن نعملها بالجبنه، ممكن نعملها بالتونه، ممكن نعملها بالانشوجه. ليها كذا حاجه ان هي تتعمل بيها، بتبقى وجبه غدا، وجبه عشاء خفيفه. امل سناكس.
دونت وري. لا ركزوا كده يا جماعه. دونت وري. بصي حضرتك دي الكنافه متحمره. تمام. بالسمنه يا جماعه اهي. ايوه متحمره اهي بالكنافه والسكر بالسكر والسمنه والفانيليا. ماشي. هنحطها طبقه اولى للايه؟ للبايركس بان. تمام. يعني دي الطبقه الاولى الكنافه. الطبقه الاولى هتبقى عامله زي التشيز كده. تمام. مش معقوله كده يا جماعه، انا مش عارفه الخبطكم. ايه ليه بس؟ مش معقوله كده، انا بجد مش عارفه الخبطهم. طب حاول. ما انا بحاول. بخصوص الاكل الاسيوي كمان بيحبوا الاكل السبايسي قوي. قوي قوي يعني اكلهم كله سبايسي كمان. انا عن نفسي بحب السبايسي. وانا كمان. هو على فكره مفيد جدا. السبايسي مفيد قوي. مش اولا بيسيح دهون. ما بينش بيخمد الغده السرطانيه. يعني ليه فوائده يعني، غير اللي هم بقى تعبانين. في ناس تعبانه ما بيقدروش ياكلوه طبعا علشان عشان في ناس من نوع منه. الحاجات اللي بس انما هو يعني طول ما انت بتعملي الاكل بحب وباغاني. سلام اغاني ازاي بقى لما تغني كده وانت بتعملي الاكله؟ يا الاكله تطلع روعه. بتبقى جميله يعني. طب ايه الاغاني اللي بتحبوا تشغلوها وانتوا بتعملوا الاكل؟ طيب لا انا بغني. انا ام كلثوم الصراحه. ام كلثوم. لازم في حلقه قبل كده وغنيت فيها منى صوتها حلو على فكره. يا سمعت صوتي قبل كده. منى صوتها حلو. انما انا لازم بقى علشان الواحد يشتغل بمزاج بالليل لازم يشغل ام كلثوم. لازم ام كلثوم بقى والاغاني بتاعتها الجميله دي. دلوقتي بعدين بقى بنتي عندهم مزاج. عندهم مزاج مش طبيعي. انت هتقولي لي طبعا بنتي تدخل بقى تروح مشغله شعبيات. نديها راس كلنا بقى في المطبخ. الحاجه دي انت تحبها. ما هو الطبخ يعني خلي بالك ما بيحلاش غير بكده. الطبخ ما بيحلاش غير بكده. تكوني بتفرفشي كده وانت بتطبخي. طب يعني عايزاكم تكلموني كده تدوني نبذه عن ايه اهدافكم اللي جايه. انا بقى يا ندى بحلم ان انا افتح مطعم. حلمي. مطعم ايه بقى؟ مطعم اكلات شرقيه عاديه. بحلم بيه جدا جدا. وعندي امل ان انا هوصل له ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوصلك بالخير. يعني انا عندي امل ان انا هوصل له لاني بحب الاكل والواحد بيسعى وبيتمنى وبيدعي. وبقى لنا زباين وخلاص يعني بقى. العمليه بقت في بيتها يعني. احنا بقى عندنا كلاينت كتير يعني. طيب انتوا شايفين ان ممكن مهنه الشيف تساهم في انتعاش السياحه في مصر؟ طبعا. طبعا اكيد. طبعا أكيد. يعني مهنه الشيف دي اي حد بيجي من بره لازم يدوق الاكل المصري وبيحب الاكل المصري جدا. بغض النظر عن اي حد من بره. اللي هو انت مجرد ما بتخرجي بتقولي هناكل ايه؟ دي كمان يعني طبع من طباع المصريين. او هناكل فين؟ هنخش مطعم ايه؟ ايوه. فيعني لا لا طبعا بيحبوا وبعدين اي حد كويس. بيجي من بره أيوة. بيجي عايز بقى يدوق الملوخيه ويدوق الكشري ويدوق البصاره. طب تخلي بالكم بقى علشان احنا كده مش معانا غير دقيقتين. هم بقوا اساتذه على فكره بتوع الاجانب. عامه يا جماعه حتى لو هم ما لحقوش يخلصوا احنا المسابقه مستمره. اللي عايز يقدم معانا في المسابقه الارقام موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. يلا يلا بسرعه بسرعه. تمام بسرعة. تمام 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 بسرعه مش قدامنا وقت خالص. الحاجه اللي في الفرن. الحاجه اللي في الفرن هنطلعها زمانها استويت. في ليمونه معايا. طب كنت اديتينا رنج كده. والله كنت اديتينا رنج كده. دي يا جماعه السيزر سلط خلصت بسرعه واكله هيلسي وجميله تتاكل سناك تتاكل عشاء. تتاكل في اي في اي وقت وجميله وحلوه اهيت بجد والله. طب ايه نجرنشها كده. طيب ونحط لها دي وخلاص. دي السيزر سلط بتاعتي. اوكي. وهنطلع طبعا هي زمانها علشان انا كمان لما بتجيبي يا جماعه بسرعه خلي بالكم خلاص. لما بتجيبي حته اللحمه دي علشان تعمليها لازم بتبقى حته لحمه ستيك ناعمه جدا. انا هعملها بسرعه.
بسرعه. سلام. دي تبقى حته لحمه ناعمه، فهي مجرد ما هي بتاخد التشوك على النار ما بتاخدش وقت. تمام. هي دي بقى البطاطس الويدجز، هي المفروض ان هي بتاخد لون كمان، بتحمر شويه، هي استوت نص سوا، فعلشان البرنامج ما لحقناش ان احنا تستوي قوي، بس هي بتاخد لون، بتبقى لونها احمر. تمام. دي البطاطس الويدجز. حلوه قوي، حلوه قوي لو جربتيها بسرعه بسرعه، علشان خلاص احنا مش قدامنا وقت، ما اخدتش وقت هي دينا، وحلوه قوي لو جربتيها. هي بتروح علشان احنا مش قدامنا وقت. مش عليهم كمان. لا حلوه الكنافه. بس واخيرا بنوصل احنا للاسف كده خلاص الوقت يعني خلص، واخيرا بنوصل لنهايه حلقه البرنامج. بتمنى التوفيق للشيف امل، وبتمنى التوفيق للشيف منى وللشيف هاني اللي كان في الفقره الاولى مع الزميله الاعلاميه حور. بفكر حضراتكم اللي عايز يشترك في البرنامج، الارقام موجوده قدام حضراتكم على الشاشة. اوعوا تنسوا الاشتراك، اوعوا تنسوا التصويت في صفحة البرنامج شيف ستار لكل شيف. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة من برنامج شيف ستار.